بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض بعض الإكسرسايز على الوحدة الأولى اللي جاية طبعا على التلات أزمنة عندي، اللي طبعا الباست سيمبل والباست كونتينوس تنس ماضي مستمر وذا بريزنت بيرفكت المضارع التام. عندنا طبعا يونت 1 في تلات أزمنة، الماضي البسيط والماضي المستمر والمضارع التام. في عندنا كام سؤال؟ 69 سؤال على التلات أزمنة دولت، هنجاوبهم مع بعض إن شاء الله. فحاول تجاوب معايا كده عشان تعرف إجابتك صح ولا غلط. نمبر 1، are you accustomed to؟ طبعا أنت عارف إن accustomed to ديت من ضمن الكلمات اللي يجي بعدها إيه؟ ing، زي إيه؟ زي used to، إحنا بنتعامل معاها كأنها إيه؟ كأنها used to بالظبط. يبقى custom to ديت زي used to يجي بعدها ايه؟ يجي بعدها طبعا ing، يبقى working، يبقى ايه عندي هنا ايه؟ working. طيب number 2، the injured man taken to hospital in a van، in a van. طيب في هنا عندي طبعا did، طبعا did هنا مش تنفع ليه؟ لان هنا في عندي تصريف ثالث taken، فايه ف did مش تنفع ليه؟ did بعدها مصدر، had اوكي مش تنفع. طيب ليه؟ ما في عندي هنا ايه؟ مستر باست بارتيسيبل، لان هاد هنا لازم في عندي جملتين، هاد بستخدمها امتى؟ لما يكون في عندي جملتين مش جمله واحده. هاز طبعا اوكي مش هتنفع، مش ايه هتنفع طبعا. دي جايبه ايه عندي؟ ووز. طيب ليه مستر ووز؟ لان دي باست سيمبل، ماضي بسيط بس ايه؟ بس في الباسيف، ماضي بسيط في في الباسيف. نمبر 3، I not in Cairo in 2015. اوكي okay. طيب هنا بيقول لي بقى ايه؟ بيقول لي I have lived، خلي بالك عندك اللي جابه اهي شايف كده، in 2015، 2015 ديت ايه بقى؟ ديت طبعا تاريخ في الماضي على طول، يبقى انا اختار اللي جابه ايه في الباست سيمبل. طبعا have lived مش تنفع، ولا have been living، ولا ايه، ولا am living. طبعا اللي جابه عندي ايه؟ اللي جابه started to live. طيب ليه يا مستر؟ علشان في عندي هنا ايه؟ ماضي، تاريخ ماضي. احنا ايه من ضمن الحاجات الداله على الباست سمبل؟ ماضي بسيط، اي تاريخ ماضي اختار معاه ماضي بسيط الباست سمبل. يبقى الاجابه سي، started to live. نمبر 4، at midnight yesterday my computer not، في عندي yesterday بس خلي بالك yesterday تقول لي مستر باست سمبل ماضي بسيط، لكن لا، في عندي هنا ايه؟ midday يسترتيه، في زمن تاني امبارح اوكي منتصف النهار، يبقى في عندنا ايه؟ زمنين، امبارح الظهر مثلا او امبارح العصر وهكذا. يبقى هنا ايه اختار ايه؟ لازم ما دام في عندي فترتين لازم اختار باست كونتينوس تنس ماضي مستمر. يبقى هاد تيك هاد تشيكت مش تنفع، ولا هاز بين ايه طبعا مش تنفع، ده ماضي مستمر صح كده؟ صح، وده ماضي مستمر. يا مثلا طب ما اتنين عندي ماضي مستمر، بس انا اختار ايه؟ اختار الماضي المستمر في الباسيف. ليه بقى؟ عشان الجمله عندي ايه؟ بادئ ايه؟ بادئ بماي كمبيوتر، يبقى كان ايه؟ كان يفحص، يبقى ماضي مستمر مجهول ووز بينج تشيكت. الجمله الخامسه، الجمله ايه الخامسه؟ اوكي طيب بيقول لي بقى لانش، في عندي لانش اهي، في عندي اسم الغداء، someone knocked at the door اثناء الغداء، طبعا واحد ايه خبط علي على الباب. طيب اوكي، ايه من دول يجي بعدها الاسم يا اولاد؟ وين طبعا مش هتنفع، اوكي انا عايز الحاجه يجي بعدها ايه؟ ناون. اوكي ايه من الاربعه دول اللي يجي بعدهم ناون؟ وين طبعا مش هتنفع. طب as soon as طبعا لا، طب وايل طبعا لا، يبقى الاجابه ايه؟ during، الاجابه لتر ايه؟ اثناء الغداء واحد خبط على الباب. نمبر 6، while، while طبعا يجي بعدها ايه؟ اوكي while يجي بعدها ايه؟ عندك هنا in the cinema the explosion happened being، اه طب ما في عندك being اهي، بس verb to be طبعا ايه ما يجيش في الاستمرار، يبقى ايه being مش تنفع. اوكي طيب اوكي، عندي هنا ايه؟ عندي هنا we were being مش تنفع. ليه؟ ما احنا قلنا زمن الماضي verb to be ما تنفعش في الاستمرار من ضمن static verbs، افعال الحالة اللي هي ايه؟
ما تنفعش ليك بالاستمرار. طب وير بينج؟ طبعا لا. يبقى الاجابه ايه بقى؟ while we were, while we were in the cinema the explosion happened. ليه while دي بقى ده ايه؟ باست سمبل. باست سمبل ينفع؟ اه ينفع. حدثين ورا بعض يبقى ايه بعدها؟ باست سمبل. باست سمبل زي وين بالظبط. اوكي نمبر 7. نمبر 7 I wish I were taller. I wish I were taller. ركز معايا كده. وش ايه؟ وش دايما يا اولاد هنا. اوكي بص الزمن اللي وراها دوت، ده ماضي يبقى ده يجي مضارع. اوكي لو ده ماضي تام ده ايه؟ ده ماضي بسيط، اجيب الاقل منه. اوكي I wish I were. where هنا ايه؟ ايوه صح كده، ماضي بسيط. تمام يبقى ما دام ده ماضي بسيط يبقى هنا اجيب مضارع بسيط. طيب يبقى ايه عايز هنا؟ ايه مضارع بسيط؟ طبعا مش تنفع ولا didn't ولا don't. am not. يبقى الاجابه ايه؟ الاجابه دي ليه؟ انا افكرك wish اللي بعدها ده كان مثلا ايه؟ ماضي بسيط، يبقى هنا هجيب مضارع بسيط. طب اللي بعدها ده كان ماضي تام، هنا هجيب ايه؟ الاقل شويه اللي هو ايه؟ الماضي البسيط، وهكذا. يبقى ايه؟ بجيب الاقل منه. اوكي نمبر 8 بيقول لي I was having lunch. انا كنت طبعا اتناول الغداء. He came to visit ايه؟ me. He came to visit me. During طبعا بعيده خالص، ولا while طبعا مش تنفع خالص. اوكي ولا ايه ولا which طبعا الاجابه when. طيب ليه when يجي بعدها past simple وقبلها ايه؟ قبلها past continuous tense ماضي ايه؟ ماضي مستمر. طبعا الاجابه ايه؟ when. 9 my family in Rome 14 years now they live in Berlin. اوكي بيقول my family، my family كانوا ايه؟ عاشوا فين؟ في روما لمده كام سنه؟ لمده 10 سنين، لكن دلوقتي عايشين في برلين. طب have lived، have lived طبعا مش تنفع. اوكي ولا ايه ولا are living مش تنفع ولا were lived. الاجابه ايه؟ lived. طيب ليه مستر؟ لان ده حدث انتهى خلاص. هما ايه عاشوا؟ ايه عاشوا فين؟ عاشوا في ايه؟ في طبعا روما. اوكي 10 سنين. اوكي طب الفتره دي خلصت ولا لسه؟ ما خلصتش، خلصت خلاص. ليه؟ دلوقتي هم عايشين فين؟ عايشين في برلين. يبقى الاجابه عندنا ايه؟ الاجابه عندنا ايه؟ lived. 10 when was the first thing when was the first thing. اوكي طيب عندي هنا that you ايه؟ that you write طبعا لا، في عندي was هنا. دايما هنا يا اولاد كل جمله فيها حاجه بتساعدك، ركز معايا كده. هنا عندي ادي was يبقى الجمله ماضي، طبعا write مش تنفع ولا write مش تنفع برضو، ده ايه مضارع مضارع. that you were written يبقى خالص، يبقى الاجابه ايه؟ you wrote. طيب ليه؟ بص معايا كده، ادي ايه هنا؟ اي ماضي، ماضي ماضي، يبقى طبعا ما تنفعش رايت، رايت مضارع، ورايت برضو مضارع، وهنا ايه؟ ده ايه؟ باسيف، وطبعا الاجابه ايه؟ you wrote، you ايه wrote. 11 اوكي I not my sick friend twice last week، last week، اوكي عندي last week. كلمة دالة خلاص، يبقى كده ايه الجملة سهلة جدا. ليه سهلة جدا يا مستر؟ لأن هو حلها لك. حلها ازاي؟ عندي last week اهي. last week يعني ايه؟ يعني كلمة دالة على زمن الباست سمبل الماضي البسيط الأسبوع الماضي. طيب اوكي يبقى على طول اختار ماضي بسيط. was visited مش تنفع. اوكي ولا used to visit ولا visiting. الإجابة طبعا ايه؟ visited اللي هي ايه؟ سي. الإجابة ايه؟ ليه؟ عشان عندي last week. ليه طيب؟ last week هنا دل على الباست سمبل، الباست سمبل يبقى اختار باست سمبل هي ايه؟ visited. نمبر 12 when I was a child I always not my bike to school. was خلي بالك ايه was؟ مش ده ماضي؟ حلو جدا، ماضي يبقى كده هو حلها لك، يبقى عايز ماضي برضه زيها. اوكي تمام كده؟ طيب اوكي عندي هنا لما كنت صغير انا ايه؟ طبعا كنت ايه؟ بركب العجله ايه؟ لما الى ايه؟ المدرسه يبقى روت، يبقى عندي هنا ايه؟ روت. اوكي؟ ما ينفعش I always was riding. لا يبقى I wrote. ليه؟ احداث يا مستر. طب في عندي always هنا، هل always تنفع؟ تيجي مع الماضي؟ ايوه تنفع. always تنفع تيجي مع past simple زي ايه؟ المضارع البسيط والماضي البسيط. ايوه ينفع الاثنين، سواء past simple او present simple الاثنين correct. number 13 The last time she visited me was not عندي هنا ايه؟ سنة.
2018 طبعا سنة على طول وانت مغمض يبقى ان على طول يبقى ايه ان على طول اوكي 14 I didn't like eating chips in the past but now I know that في الماضي انا ما كنتش طبعا باكل ايه chips لكن دلوقتي قالك ايه خلي بالك الان ناو اهي يبقى عايز ايه بقى عايز present عايز مضارع getting used to مش تنفع ولا am used for طبعا لا ولا used to طبعا دي دل على الماضي يبقى am used to that I'm used to that يبقى ايه ليه قالك ناو يبقى عايز ايه مضارع present okay 15 a new branch for the company was not last month اهي يبقى كده حلها لك حلها ازاي مش هو قال لك last month ايوه قال لي last month يبقى ايه دل على ايه على الماضي البسيط على الماضي البسيط طيب يبقى انا عايز هنا ايه اجابه ماضي بسيط found دي معنى هو كده مش تنفع خالص ولا finding مش تنفع خالص ولا ايه ولا founding يبقى founded يعني اسس او فتح اهي يبقى انا عندي هنا ايه عندي هنا ماضي بسيط في الباسيف ماضي بسيط ايه باسيف يبقى founded طيب 16 I not the book when my friend arrived he interrupted me هو قاطعني طيب اوكي عندي ايه انا كنت اقرا كتاب لما صاحبي ايه وصل يبقى هو قاطعني يبقى انا كده حدث قضى حدث يبقى انا كنت اقرا كتاب لما صاحبي وصل يبقى إيه طبعا ريد مش تنفع ولا هاد ريد ولا ايه ولا هاد ايه ولا هاف ريد I would read انا كنت اقرا كتاب لما صاحبي وصل اوكي يبقى I was reading كنت اقرا كتاب طيب 17 I was having a shower the doorbell إيه rang انا كنت باخد شاور لما ايه طبعا الجرس ايه طبعا ايه ران يبقى عندي هنا after طبعا بعيدة خالص ولا ايه ولا just ولا during يبقى when يبقى ايه when ايه مستر when يجي بعدها ايه ماضي مستمر ايوه ماضي مستمر وماضي بسيط ايوه صح كده when يجي بعدها ايه when على فكرة يا اولاد لها 8 حالات من ضمنهم اوكي ماضي مستمر ماضي بسيط اوكي طيب 18 Alexandria I went swimming every day. طيب اوكي. While هل هي while؟ اوكي. While Alexandria حتى ايه بعيدة خالص. ولا during ولا ايه ولا when خالص. يبقى while in. اثناء وجدي في اسكندرية. يبقى while in. While in Alexandria. While لما كنت في اسكندرية I went swimming ايه طبعا every day. 19 عندي The suspected man in a small district downtown 2 days ago. 2 days ago. ago خلي بالك اهي. طيب يعني ايه ago يا مستر؟ عندك هنا ايه؟ عندك هنا. The suspected man in a small town 2 days ago. 2 days ايه ago. يبقى عندك هنا ايه بقى؟ عندك هنا ago ده اللي على المقسم بالماضي بسيط ايوه يبقى كده حلها لي انا عايز هنا ايه الاجابه اللي فيها ماضي بسيط has seen دي بعيده خالص مش تنفع ولا ايه has seen يا اما اختار was seen يا اما اختار so دي ماضي ودي ماضي بس دي باسيف قال ايه الراجل المتهم او مشكوك به راى ولا ايه ولا طبعا تم مشاهدته تم مشاهدة يبقى ايه was seen ليه عشان دي باسيف باسيف الجملة بدأ ايه بدأ بالأوبجكت يبقى الإجابة ماضي بسيط بس ايه بس مجهول ماضي بسيط ايه مجهول هنواصل سؤال رقم 20 سؤال ايه رقم 20 during not in Alexandria I went swimming every day during اهي طب يجي بعدها ايه during يجي بعدها ايه noun تنفع staying طبعا لا تنفع was staying طبعا لا ولا ايه ولا staying during my stay أثناء إقامتي أثناء إقامتي في اسكندرية أوكي طبعا إيه أنا أوكي كنت بعوم يبقى during بعد أي noun اللي هي اسم طبعا علي was إيه طبعا serving the internet 5 PM yesterday خلي بالك yesterday أهي إمبارح تقول لي مستر إيه إمبارح أهي تمام بس في عندك إيه الساعة كام الساعة 5 الساعة 5 إمبارح الساعة 5 إيه إمبارح في ساعة أهي طب الساعة تاخد ايه؟ in ولا by ولا at ولا with طبعا تاخد at دي الساعة at كذا الساعة تاخد at 22 have you ever been abroad هل انت سافرت الخارج قبل كده؟ هل انت سافرت الخارج قبل كده؟ I went to England for a month last summer
قال لك لاست سمر، اقول له شكرا كده حلها لك اهي. لاست سمر اهي يعني ايه؟ يعني ماضي. يبقى وينت. طب ليه عندك كلمه داله مش عندك ايه؟ لاست سمر مش دي اصلا داله على الماضي بسيط؟ يبقى وينت ماضي بسيط. اوكي. 23 how not did you start learning English. اوكي طيب هنا ايه start learning؟ start اهي في عن did، يبقى انا عايز ايه؟ ماضي. عايزين ايه؟ ماضي صح كده. how long مش تنفع، ولا how often، ولا ايه، ولا how many، how long ago. طب انا عرفتها ازاي يا مستر؟ ايه في عندك في ديت فوق اهي، ففي حاجه. طب يا مستر، طب ما لونج اهي موجوده بس اجو، هاو لونج اجو ليه؟ عشان ديد. عشان ايه ديد؟ اوكي ما دام ديد يبقى اختار حاجه ايه، حاجه فيها ماضي. هاو لونج اجو، هاو لونج اجو. 24 when I visited her لما ايه زرتها. اوكي she not very tired، كانت تبدو متعبه. was seeming يا مستر was seeming تنفع؟ لا خلي بالك seem من ضمن افعال الحاله اللي ممنوع تيجي في الاستمرار. has seemed مش تنفع خالص، ولا was seemed طبعا لا، هي seemed بدت كانها ايه تعبانه او مرهقه، يبقى seemed. ليه؟ seem من ضمن افعال الحاله الممنوع تيجي في الاستمرار. 25 my father smokes less than he يبقى هي دلوقتي بيدخن سموكس، يعني دلوقتي بيدخن اكتر مما كان معتاد عليه. يبقى uses to طبعا لا، اوكي is used to طبعا لا، used to يبقى عندنا ايه اكتر مما هو كان متعود، يبقى used to used to. 26 on holiday she phoned me she phoned me. طيب اوكي during لا اوكي، ولا while was being طبعا بعيدة خالص was being، يبقى while she was يبقى هنا ايه while يجيب هذا past simple past simple. خلي بالك احنا قلنا while من ايه من ضمن حاجاتها، بعدها ماضي بسيط ماضي بسيط حالة شاذة، ماضي بسيط ماضي بسيط. 27 while not the homework the light went out. while اهي يجي بعدها ايه ماضي مستمر ماضي بسيط، يعني went out ماضي بسيط، يبقى انا عايز ماضي مستمر، يبقى I was doing، يبقى بعدها ايه ماضي مستمر ماضي بسيط I was doing. 28 مريم okay as well as I not done the task of the task perfectly. okay مريم as well as I done the task perfectly. okay طيب عندي هنا ايه بقى؟ عندي was طبعا لا اوكي ليه was يجي بعدها ايه ing، ولا where ولا ايه ولا where بعد ing. اوكي طيب اوكي هنا as well as مريم as well as I، هنا as well as ولاد. اوكي as well as فكر بقى، عندي مريم and I، مريم و I. طيب مع as well as ركز معايا السؤال اهو، مع as well as الفعل يتبع الفعل الأول ولا الفعل الثاني؟ طبعا يا مستر الفعل الأول يبقى has. طب ليه ده عندي I؟ أيوة عشان as well as أوكي بيكون معها اتنين فاعل، الفعل يتبع إيه الفاعل الأول اللي هو إيه هو مريم، مريم تاخد has وليس have. أوكي طيب أوكي يبقى هنا طبعا الإجابة غلط، طبعا الإجابة بتاعتنا اللي هي has. 29 one of the girls sent out of the classroom by the teacher. طبعا هنا اوكي one of the girls one of the girls. طيب اوكي طبعا هنا one واحدة had طبعا مش تنفع، where تجمع جمع، had been طبعا لا، يبقى ايه was. ليه هو قالك one يبقى ايه was. اوكي 30 بيقول لي طبعا cut a show by نجيب محفوظ was made into a film. cut a show which written مش تنفع، was written we wrote. طيب بص عندي يا ولاد دي طبعا بعيدة خالص، اختار يا اما ايه written يا اما ايه was written.
مستر ايه دي جملة باسيف، جملة ايه باسيف، المفروض اختار ايه، اختار was written. لكن لا اختار ايه، اختار written. ليه؟ جاي ايه باس participle لوحده، اوكي تمام، هو ده الصح written، يبقى ايه written. الاجابة اصلا المفروض ايه which was written، شلت which وشلت verb to be وخليت ايه باس participle التصريفي التالت بس، يبقى written على طول. اوكي 31 he has wanted to become a doctor since he was 12. اوكي هو كان عايز يكون طبيب منذ ان كان ايه طبعا 12. never since ولا ايه ولا when since ولا ever since، طبعا for since، منذ ان كان طبيب for since for ايه for for sorry ever since. الإجابة عندنا إيه؟ عندي هنا ever إيه ever since، الإجابة هي إيه هي؟ إيه هي طبعا دي ever since، طبعا for since دي غلط. ever since he was 12 يعني منذ أن كان إيه؟ منذ أن كان إيه؟ أن كان طبعا إيه؟ أن كان إيه؟ طبعا طفل، تمام؟ الإجابة إيه طبعا ever إيه ever since. 32 she has lived in Cairo okay the last 10 years the last 10 years. بص خلي بالك ازاي اللي جاي، خلي بالك ازاي اللي جاي بنفسها، يبقى طبعا على طول يبقى for لفتره محدده. عارف لو زي ايه شلتها كنت اخترت since، يبقى انا عندي بقى ايه عندي هنا اهي for ليه، عشان زي هنا حدد لي الفتره، فتره زمنيه محدده، اختار مع ايه اختار معها for، اختار مع ايه اختار معها ايه 4. 33 she has lived in this bread is fresh mother not bought it okay. طيب has yet طبعا لا يعني هذا ايه الخبز fresh، هذا الطعام لسه طازج لسه سخن يعني، ماما لسه ايه لسه شاريه حالا اوكي. yet طبعا لا ولا ايه ولا just has طبعا لا she has just افكرت ب just وسون اوريدي تيجي في النص، يبقى قبلها ايه have و has وبعدها ايه past participle، يبقى has just ليه؟ has just اوكي just وسون اوريدي يجوا فين في النص، يبقى has just. طيب 34 she is not at home she not to the club، هي مش في البيت، ما راحت فين؟ هي راحت طبعا ايه راحت ايه النادي، راحت ايه النادي. طيب اوكي طيب قولي بقى ايه هي ايه دلوقتي مش في البيت تمام كده، راحت النادي يبقى ايه، يبقى ذهبت عادت ولا لسه؟ لسه، هي مش في البيت يبقى لم تعد، يبقى على طول has gone ليه؟ لسه ما رجعتش، لسه ايه ما رجعتش. اوكي طيب 36 they haven't got together since not week okay since يبقى ده يبقى فترة زمنية غير محددة، a week طبعا مش تنفع خالص بعيدة a week ولا one week دي ايه محددة okay، وعندي the last week برضه محددة، يبقى التلاتة دول كلهم محددين، يبقى a و c و d فترات زمنية محددة ما ينفعش مع since، يبقى عندي ايه last هي الوحيدة، يبقى دي فترة زمنية غير محددة، اختار معي اختار معها ايه سينس اوكي. 2037 I'm not this computer for 5 years now okay. طيب 4 اهي بص عندي 4 كلمة دالة على ايه، على present perfect مضارع تام، مضارع تام على طول، يبقى انا عايز ان مضارع تام، طبعا سي مش تنفع ولا ايه ولا دي ولا ايه ولا طبعا ايه ولا ايه، الاجابه طبعا ايه have had، الاجابه ايه بي اوكي. 38 بولي اوكي we have friends all our a life اوكي we have done friends مش تنفع ولا have been ولا been had ولا being، احنا اصدقاء منذ ايه طول حياتنا، يبقى ايه we have been، يبقى الإجابة عندي ايه letter A. 39
I not my wallet, what should I do now؟ المحفظة بتاعتي وقعت مني، يا ترى دلوقتي أعمل إيه؟ أوكي؟ يا ترى دلوقتي أعمل إيه؟ هنا إيه؟ في أثر ولا مفيش أثر؟ أوكي المحفظة وقعت، أوكي؟ طب أتصرف إزاي؟ في أثر أهو، هو حيران مش عارف يعمل إيه، في أثر، يبقى أنا عايز لا مضارع تام، يبقى هاد lost بعيدة خالص ولا lost مش تنفع ولا am losing مش تنفع، الإجابة إيه؟ الإجابة have lost، طيب ليه؟ لأن حدث انتهى وما زال له أثر، يبقى الإجابة إيه؟ الإجابة إيه؟ have have lost، have lost. هنكمل كلامنا 40 رقم 40 بيقول لي بقى ايه بيقول لي have you finished cooking ده سؤال ولا ايه ولا تعجب ever مش تنفع ever تيجي في السؤال في بتكون الكلمه الثالثه just طبعا لا اريد مش تنفع yet ليه yet تيجي فين في اخر السؤال واخر جمله منفيه يبقى ان ايه yet 41 more not to the market let's see what she had bought هي راحت الماركت يلا نشوف هي جابت ايه هي اشترت ايه يبقى هي رجعت معنى كده هي رجعت يبقى been ولا gone يبقى اي طبعا ايه has been يبقى هي راحت ورجعت يبقى ايه عشان هو قال لي يلا نشوف ايه هي جابت لنا ايه 42 she has just not طبعا bears to a girl she is going to name her after her mother لسه طبعا جالها بيبي حتى طبعا هنسميها ايه اسم على اسم امتها اوكي طيب فهنا نقول يبقى ايه she has just he has just اهي يبقى عايز ايه ده عايز باس بارتيسيبل being given مش تنفع ولا being given مش تنفع ولا give مش تنفع انا عايز باس بارتيسيبل بس يبقى given اوكي يبقى ايه ليه ده present perfect مضارع تام مضارع ايه تام اوكي أحمد إيه has broken his leg so he not play a football هو رجله اتكسرت عشان كده مش قادر يلعب كورة طيب أوكي طبعا couldn't أوكي couldn't مش تنفع ولا could ولا can طبعا الإجابة إيه can't he can't حدث انتهى له أثر يبقى إيه هو دلوقتي ما يقدرش يلعب كورة ليه رجله اتكسرت يبقى he can't play football 44 I lost swam in the sea not I was in Alexandria 2 years ago. Okay. يبقى I lost اهي swam in the sea since مش تنفع. Okay. ولا for ولا ايه ولا طبعا until الاجابه ايه؟ الاجابه عندي هنا ايه؟ when. And اخر مره لما كنت عندما كنت في اسكندريه. 45 he sold his car for 12 years he not cars now هو باع طبعا عربيته او عربياته إيه طبعا منذ 12 years 12 سنه he not cars now هو دلوقتي مش معاه ايه عربيات اوكي طيب هنقول used to sell طبعا مش تنفع ولا ايه ولا already sell طبعا لا ولا still sells no longer sells اوكي هي نو لونجر سيلز كار يعني دلوقتي ما عندوش عربيات ما عادش دلوقتي بيبيع عربيات دلوقتي هو باعهم كلهم يا يعني دلوقتي ما عادش يشتغل في بيع إيه العربيات 46 the injured man not to the central hospital اوكي has been taking لا has taking لا had taken لا طبعا اوكي يبقى has been taken مضارع تام مبني المجهول اخذ اي المصاب اخذ الى المستشفى المركزي اخذ مضارع تام بس باسم مجهول 47 have you not a camel have عندي هنا بقى ايه Have you ever read على طول كده واضحة ده ايه ever تيجي فين في السؤال فاكر لما قلت لك في تلت كلمة have you ever على طول يبقى ايه ever تيجي في السؤال وتيجي طبعا في التركيبة 48 That's all what I know about them have been told ولا have been telling ولا ايه ولا was told have told ده كل اللي انا قلته ليهم have told present perfect 49 since he started writing okay life of sorry five of his novels
into film. يبقى إيه؟ since he started writing، منذ أن بدأ الكتابة. since هيجي بعدها إيه؟ دايما بعدها past simple. أوكي؟ يبقى since دايما يجي بعدها past simple. وتاني إيه؟ عايز هنا مضارع تام present perfect. عايز مضارع تام، خلي بالك. have made دي مضارع تام بس معلوم مش تنفع. ودي بعيدة خالص، دي بعيدة خالص. have been made مضارع تام مجهولة هي يا مستر، هي مضارع تام. يبقى أقرب إجابة إيه؟ يا إما دي يا إما إيه؟ دي مضارع تام ودي برضه مضارع تام، بس هنا أنا عايز إيه بقى؟ أنا عايز المضارع التام المجهول. يبقى have been إيه؟ طبعًا made 50. You are careless. The teacher will punish you. أوكي؟ طيب. أنت مهمل. أوكي؟ إيه طبعًا المدرس هيعاقبك. يبقى ما يجيبها since. يجيبها إيه since؟ since يعني إيه مستر؟ يعني إيه؟ لأن الله هي سينس يعني لأن. أيوه أقول لك إيه بقى؟ أقول لك في عندك بيكوز يعني لأن، صح كده؟ بيكوز وآز وسينس. سينس مستر معناها منذ. أيوه والله معناها منذ. وتيجي برضه معناها لأن. يبقى عندك خلي بالك إيه؟ يبقى إيه؟ بيكوز وسينس، بيكوز بيكوز وسينس وآز بمعنى لأن. يبقى لأنك إيه؟ لأنك مهمل إيه؟ المستر هيعاقبك. 51 Have you finished that bill of work؟ هل انت انتهيت من كل الشغل دوت؟ اوكي؟ I can't believe it، انا مش مصدق. ده سؤال رقم كده ايه، في كوتشن مارك ايه، بس هل الجمله ديت سؤال ولا جمله تعجبيه فيها تعجب؟ I can't believe ايه؟ ده سؤال. لا طبعا، بص عندك ايه؟ شايف اهي اكسكليميشن مارك، شايفها في الاخر اهي علامه تعجب. يبقى هنا مش بيسال، هنا بيتعجب. يبقى اوريدي. يبقى هنا ايه؟ هنا دي مش سؤال. عارف لو سؤال كنت تختار ايه؟ اخترت ايه؟ لكن هنا السؤال، هنا تعجب بدليل حاطط لك ايه؟ علامه تعجب في الاخر اهو. يبقى الاجابه ايه؟ اوريدي. 52 سو فار توداي. سو فار دي ولاد ايه؟ من ضمن الكلمات او اقوى الكلمات اللي دايما تدل على ايه؟ على البريزنت بيرفكت على طول. ايه؟ مضارع تام. هاف ايه؟ ريفايزد مضارع تام اهي. اوكي؟ طيب. 53 The bus has not left. We shall wait for the next one. الباص ايه طبعا غادر، احنا هننتظر ايه اللي بعده. يبقى ايه؟ had just already. already تيجي في النص، فاكر لما قلت لك ايه في النص؟ قبلها have و has وبعدها بس participle. 4 54 she hasn't yet achieved any success. لم تحقق اي نجاح. she started working here. يبقى عندي هنا ايه؟ عندي هنا اوكي اللي هي لم تحقق اي نجاح منذ ان بدات تعمل هنا سينس. يبقى منذ ان بدات ليه؟ طيب اقول لك ليه. سينس هي دلوقتي، فاكر سينس هنا يجي ايه؟ سينس يجي بعدها دايما ماضي بسيط وقبلها ايه؟ مضارع تام. تاني افكرك تاني، سينس دايما يجي بعدها ايه؟ ماضي بسيط وقبلها ايه؟ وقبلها مضارع تام. 55 بيقول لي she has been ايه طبعا diabetic since. اوكي she is a child، كان عندها طبعا ايه طبعا سكر. ولا her طبعا child، ولا she was childhood، ولا her childhood. طبعا هي ايه؟ since her childhood منذ الطفولة. منذ الطفولة اهي، ما الطفولة مثلا هنا دل على ايه؟ دل على الماضي، دل على الماضي بسيطة اهو. منذ الطفولة هي عندها ايه؟ سكر منذ الطفولة. يبقى since قلت لك دايما since هنا بعدها ايه؟ ماضي بسيط. Okay. When father came home, Ali not already finished his study. He was asleep. Okay. عندي هنا. When his father came home, came the ماضي مش كده؟ تمام ماضي. Ali not finished his study. Ali كان خلص واجباته. قدرته هو نايم. يبقى هو خلص واجبته الأول يبقى إيه عندي had. هو إيه خلص الأول واجبه وبعد كده دخل نام. Okay. طيب. وبعد كده بابا طبعا ايه وصل البيت، الاول خلص واجبه وبعد كده بابا رجع البيت، عشان كده ايه طبعا لما رجع لقى نايم. 57 وير نوت لاست نايت هاف يو بين. طبعا عندك لاست نايت اهي، يبقى ماضي صح كده؟ تمام. يبقى ايه ماضي؟ يا اما يبقى اختار يا اما ديد يا اما اختار وير، يا اما بي يا اما سي. تنفعش ديد يو دو، وير ديد يو دو؟ طبعا لا. وير Where you؟ أنت كنت فين امبارح؟
اوكي طيب يبقى الاجابه اي سي، طبعا دي غلط. اوكي 58 my father has been Alexandria for a week he will come back tomorrow. هو هيرجع ايه؟ هيرجع بكره. طيب هنا Alexandria مش ده مكان؟ اه يبقى هنا على طول ان Alexandria. فاش طبعا تو اوكي has been my father has been وكان كان في اسكندريه for a week. في ايه for a week؟ خلي بالك ها in Alexandria في Alexandria he will come back طبعا ايه tomorrow هيرجع ايه؟ هيرجع الى ايه طبعا ايه غدا، هيرجع ايه غدا. طيب اوكي طب ليه مثلا ان هنا؟ عشان قال لك for a week لمدة أسبوع، لو دي شالها لو قال لك شالها كده ايه لو شالك دي كده كان قال لك ايه؟ كان قال لك ايه تو، كان بيت الإجابة تو هو ذهب الإسكندرية. لو ايه لو شال الجزء دوت اهو اوكي كنت اخترت ايه تو، كنت اخترت ايه تو، لكن ما دام هنا ايه لمدة أسبوع يبقى ايه يبقى ان هو في إسكندرية لمدة أسبوع بقى أسبوع يعني. طيب I have not eaten this meal before it is delicious. أنا ما أكلتش إيه هذه الوجبة قبل كده، دي لذيذة جدا، يبقى never. ليه never هنا بجد؟ تدل على إيه؟ قلنا أوكي من ضمن استخدامات المضارع التام حدث لم يحدث، حدث إيه؟ حدث لم يحدث، أوكي؟ طيب 60 I not the car all morning and the father says it is still dirty. أوكي هنا بيقول لي بقى ايه؟ طبعا اول مورنينج انا كنت بغسل السياره طبعا طول الصباح. بابا بيقول لي لسه ايه؟ لسه طبعا لسه العربيه ايه ديرتي مش نظيفه. يبقى هنا ايه؟ ما دام في عندي اول هنا اولاد يبقى ايه؟ هنا اجيب ايه؟ مضارع تام مستمر. يبقى الاولى غلط والثانيه غلط والثالثه غلط. ايه الراي طبعا اللي جاب ايه؟ الرابعه هاف بين ايه؟ واشنج مضارع تام مستمر. اوكي ذا كمبيوتر ذا ايه؟ كمبيوتر working so I will take it to the technician. يبقى ايه توقف يبقى مضارع تام مضارع تام has been stopped توقف عشان كده انا ايه هاخده ايه الى ايه الفني. I not two grammar tests or tests this week this week have been taken ولا have taken ولا have been taking have taken مضارع تام مضارع ايه مضارع تام. 63 she has been to Canada she not there هي ذهبت الى كندا been يبقى ذهبت وعادت ولا لسه هناك اوكي يبقى ذهبت وعادت been قلنا ذهب وعاد يبقى طبعا ايه no longer هي لم تعد موجوده هناك يبقى no longer no longer ليه راحت ورجعت تاني قلنا been و gone been ذهب وعاد وجن ذهب ايه ولم يعد. 64 since the bridge not it will help the traffic flow. اوكي لما الكوبري طبعا اكتمل طبعا هيساعد في تدفق ايه اللي المرور. اوكي قلنا طبعا ايه قلنا has been completed has been completed طبعا مضارع تام مضارع تام ايه مجهول. 65 قلنا I not a cup of coffee in the morning when I get up. I always have. هنا دل على ايه؟ على الحقيقة. دايما انا ايه طبعا بتناول ايه؟ فنجان قهوة لما ايه؟ لما بصحى. 66 I not a very long time since I went to the cinema. اوكي؟ عندي I sorry it هنا دي it مش I. يبقى it is a very long time it is it is دي قاعدة it is a very long time since ما دام في since هنا يبقى دي قاعدة it is a very long time since I went to the cinema دي قاعدة it okay 67 I saw Ali while he not or at the sport club okay عندي I saw Ali أنا شفت علي while he was يبقى was being طبعا قلنا being متفشتي في الاستمرار ولا had been قلنا تيجي معي مع ايه ده ماضي تام لازم في زمنين او في جملتين where طبعا لا عشان عندي he طبعا الاجابة ايه was while he was. طيب عندي 68 how do you
How do you complete this sentence? I have taken three hard exams. أنا إيه خدت كام امتحان؟ ثلاث امتحانات، أوكي؟ طيب، أوكي، عندي هنا بيقول لي بقى، بيقول لي How do you complete this sentence? I have taken three hard exams. أنا خدت ثلاث امتحانات، خدت ثلاث امتحانات. طيب، أوكي، أختار last week. last week هنا مش تنفع. طب يمسى مش تنفع ليه؟ عشان عندي بص هنا ركز معايا كده. I have taken ده مضارع تام، ده مضارع تام، صح كده؟ يبقى هنا last week مش تنفع، ولا week ago ده ماضي وماضي، الاثنين دول ماضي ما ينفعوش. وهنا ايه طبعا ده ماضي برضه، يبقى الاجابه ايه؟ in the last week. in the last week طبعا هي ليه؟ عشان هنا ايه ده مضارع تام، ده مضارع تام. افتكرها بسنس، ها؟ بسنس، خلي بالك، سنس اوف فور، last week وذا last week، اوكي؟ تمام؟ طيب، عندي هنا اخر جمله اولاد هنا. which of the following sentence او sentence is grammatically correct؟ اللي هنا اي جمله من دول صح من ناحيه ايه الجرامر؟ اي جمله من دول صح؟ عايز جمله واحده بس من دول صح، اوكي؟ طيب، اوكي. عند هنا ايه بقى؟ بيقول لي I lived here since last ايه؟ since last since اهي، يبقى لازم قبلها قلنا ايه؟ قبلها لازم مضارع تام. طبعا يبقى ده غلط، مش تنفع. ليه؟ since لازم يجي قبلها مضارع تام. دي غلط. I have lived here last year مش تنفع. اوكي، last year ماضي بسيط، يبقى لازم ماضي بسيط. هنا عكس، يبقى انا last year ده ماضي، يبقى لازم هنا ماضي. اوكي، I have lived here for، يبقى عندي هنا for last year. last year for بعدها ايه؟ بعدها فترة زمنية محددة، لكن last year غير محددة، دي غلط. اوكي، I have lived here since last year. اه دي صح، ايوه فعلا، يبقى الاجابة هي اخر واحدة هي الصح. اوكي، لكن الثلاثة دول غلط. الاجابة الصحيحة هي ايه؟ هي ايه دي. وكده يا شباب احنا وصلنا لاخر اوكي حاجة عندنا النهاردة، وعايزك تحل لوحدك. وانا ايه؟ وانا حليت معاك اهوت، وكل جمله قلت لك السبب ايه. عشان كده قلت لك ايه؟ الاول ذاكر وبعد كده حل. كتر الحل هيوريك الاسئله عامله ازاي، وهيوريك اخطائك، ولازم تتدرب على ايه؟ على الصح والغلط، عشان ايه؟ تعرف بعد كده تحل لوحدك. اوكي، كده وصلنا الى نهايه حلقتنا النهارده، وفكرك بالاشتراك في القناه علشان يصلك كل جديد. واي سؤال او استفسار طبعا عندك تحت في الكومنتس، ويتواصل معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.